فترة الحجر الصحي للطلبة المغاربة العائدين من مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا، يغادرون بصحة وسلامة المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط بعد 20 يوما قضوها تحت المراقبة الطبية حفاظا على أمنهم الصحي وأمن عائلاتهم. ما كانش فريمون ستريكت ولكن دوزناها زوينه، جابوا لنا بينج بونج شالاو فينا اي تو، كنا اون جروب مع لي زامي، الحمد لله ما داش ثقيله بزاف و لي ميزور سيكوريتي الحمد لله. لا الحمد لله بيرفكت، الحمد لله كاع المغاربه صحتهم مزيانه، تحت فينا ما معادي الحمد لله، خدينا كلنا سيرتيفيكا بلي اون فا بيان. الحمد لله زعما دوزنا وقت زوين واخا كنا معزولين، ماشي تاني معزولين ماشي حبس، ولكن مالين فينا من كاع النواحي، ما خصنا والو، ونيفو ماكله النعاس كلشي خصنا، زعما حتى حاجه ما خصنا. ودابا فاش غادي نخرجوا الحمد لله فرحانين بزاف، حيت غنتلاقى مع والدينا وغادي نمشيو لدارنا. ملي نحطوا رجليهم في ارض الوطن حنا صافي زعما ارتاحينا نفسيا، ارتاحينا يعني، كنا شويه كانت نفسيه شويه صعيبه، مي دابا الحمد لله. كنبغيو نشكروا جلاله الملك على هذه البادره الطيبه اللي داروا على ارجاع هذه الوليدات لارض الوطن طبعا، وعلى الظروف الملائمه اللي استقبلوهم هنايا في المستشفى العسكري محمد الخامس. كل شيء يعني بهذا الفيروس ما يبقاش مستقر بزاف، وخصهم يكملوا قرايتهم، ماشي نمشيو نرجعوا، رجع بشي حاجه ايجابيه وان شاء الله يكمل قرايته ويجي، ما كاين حتى مشكل. 77 شخصا هو عدد المغاربة الذين غادروا المستشفى العسكري بالرباط صباح اليوم بعد أن اطمأنوا عن حالتهم الصحية التي لا تدعو للقلق. غادر المغاربة العائدون من ووهان، كنا من المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط ومستشفى سيدي سعيد بمكناس، وقد أكدت كل التحاليل المخبرية وفحوصات السريرية عدم إصابتهم بأي أعراض من فيروس كورونا، ولا يشكلون أي خطر لانتقال العدوى داخل المجتمع. وكان الملك محمد السادس أمر بإعادة المواطنين المغاربة الموجودين بإقليم ووهان الصيني الذي وضعته السلطات الصينية تحت الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.